ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني وبحث الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس أطلع الأعضاء على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الراهن والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يحافظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن، مؤكدا أن حرص مصر من جانب آخر على احتلال أو إحلال السلام بين جميع الأطراف الليبية استنادا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات السياسية للسياسة الخارجية المصرية، ومشددا أيضا على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية. حول هذا الاجتماع وما تمت مناقشته فيه أو ما تمت مناقشته فيه، نرحب عبر خدمة سكايب الدكتور وليد درويش المستشار السابق في المفوضية الأوروبية. دكتور وليد أهلا بك معايا في بتوقيت مصر. اجتماع مهم في وقت مهم، وقت فيه أكتر من ملف خارجي مفتوح على الدولة المصرية. إلى أي مدى قريت فكرة الاجتماع نفسه والصورة الخارجية عنه ثم البيان الصادر بمخرجات الاجتماع؟ مساء الخير يا أستاذ سامر، وتحياتي للسادة المشاهدين. الحقيقة لو نظرنا للاجتماع بشكل عام، ما ورد فيه عن أكبر قضيتين موجودتين على الساحة المصرية النهاردة سواء داخليا أو خارجيا، فهو ملف سد النهضة وملف ما يحدث في ليبيا. والحقيقة تم الإشارة إليهم بإيجاز في فقرتين مختلفتين من تقرير اجتماع مجلس الأمن الوطني، وبشكل يكاد يكون روتيني، ثم انتقل البيان للحديث في مسائل أخرى وأشياء أخرى. الصورة الصادرة رأينا فيها الأقنعة، ورأينا فيها أيضا عدد كبير من العسكريين الجالسين. وفي نفس الوقت الحكومة بتصدر بيانات من الخارجية وبتصدر بيانات من وزارة الري، ولا أدري كيف تم الربط بين هذه الصورة والبيان الصادر عنها وما تصرح به الحكومة من ناحية أخرى. فالحقيقة مش عايز أقول إنه بيتم التعامل في الملف بشكل فيه إيحاءات، أو إنه ما كانش واخد حقه في قرار في اجتماع مهم، المجلس مهم في هذه الظروف، بس أنا لا أرى هذا البيان الصادر عن نتائج اجتماع مجلس الأمن الوطني، مجلس الأمن القومي عفوا، لا أرى مرضيا للمتابعين سواء كانوا من المواطنين أو من الخبراء للأسف الشديد. ليه شايفه غير مرضي؟ أو إيه الشكل والصيغة اللي كانت هتخليه مرضي؟ تطرق في الحديث عن كذا وكذا، وأن جهود مصر لإنجاز اتفاق شامل في وقت يعلم القاصي قبل الداني أن جميع المواقف في حالة تجمد، وفشلت جميع القوى الدولية بما فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي في زحزحة الموقف قيد أنملة إلى الأمام. وفي نفس الوقت نعلم منذ 4 أيام أن أثيوبيا بدأت الملء، والسودان تعلن اليوم بانخفاض منسوب النيل الأزرق. وفي خضم كل هذا، كل ما نسمعه هو جهود مصر لإنجاز اتفاق شامل. هذا غير وارد في ظل الظروف المحيطة بنا، سواء بنراها من داخل مصر أو بنراها في تداعيات المواقف سواء في السودان أو إثيوبيا وما حولها. طيب مش ممكن يكون ده طبيعة البيانات الرسمية ان هي لازم تكون على هذا النحو، يكون فيها هدوء ولا يمسك منها او عليها شيء، يعني في حين انه ربما تكون او يكون الاجتماع بمجلس الامن الوطني وظهور كل هذه القيادات العسكرية في الاجتماع والصور اللي خرجت عنه يكون هي في حد ذاتها الرسالة المبطنة اللي ممكن توصل ل يعني المستهدفين من الرسالة؟ للأسف هذه ليست رسالة، وليست الرسالة الأولى حتى بهذا الشكل. فقد رأينا اجتماعات المجلس الأمن القومي قبل ذلك على الأقل 3 مرات فيما يتعلق بهذا الملف. بهذه الخارجية مثلا، هو إصرار مصر على المضي قدما في المفاوضات والحلول السياسية، هذا كان بيانا جيدا، وكان بيانا يتسم بالحصافة والدبلوماسية بالنظر إلى ما هو البديل. لست أدري هل فقدت هذه الإيحاءات من
وقد اجتمع مجلس الامن الوطني وناقش الموضوع الفلاني، وتقدمت القياده السياسيه بتقرير عن عزم مصر المضي للوصول الى اتفاق شامل. انا لا ارى اي معنى في هذا الكلام، لانه ليس هناك اتفاق شامل، والسد بدا ملء البحيره. هذا غير مرضي وغير شاف لكل من يتساءل ماذا يحدث. طيب انا يعني لما بسمع ردود الفعل سواء من مش من حضرتك عموما، من كل الناس سواء على اليمين او اليسار مؤيدين او معارضين، دايما بيكون في ردود فعل متباينه. البعض بيشوف زي حضرتك كده انه المفروض يكون اللهجه اقوى وتكون في يعني ادوات وعين حمراء بالمصطلح المصري يعني او بالمفهوم المصري تظهر لاي شيء يهدد الامن القومي المصري. في المقابل البعض بيتهم أصحاب هذا الرأي إن هم عايزين يورطوا مصر في حروب وعايزين يورطوا مصر بالتالي فيما بعد في عقوبات دولية أو الاصطدام بالمجتمع الدولي أو غيره، وإنه الأفضل السير في المسار التفاوضي بهذا الشكل إلى النهاية أو إلى أن يعني تنتهي كل السبل. أنا مؤيد تماما لفكرة المسار التفاوضي إلى النهاية، لأن البديل مسألة مفزعة. أنا إن كان فهم كلامي على أن تظهر مصر الكثير من العين الحمراء او استعراض القوة، انا لم اقصد هذا، بل كل ما قصدته ان تتواصل السلطات المصرية مع كل المهتمين بالشام ومنهم 104 مليون مصري بقدر اكبر من الحقائق. لم اقصد على الاطلاق ان تهدد مصر بهذا او ذاك. كل ما اقوله ان الشعب المصري في ظل هذه الظروف ومعرفتنا، وكل يعلم ان اثيوبيا بدات في ملء السد، لست ادري اذا كانت تلك الفقره المختزله في بيان غير شافي وغير كاف طب هل الامور لكل من هو التفصيليه مهتم دكتور بيه. يعني لو مصر مثلا او لو تم مناقشه سيناريو مثلا انسداد كل افق التفاوض وانه ساعتها هنعمل كذا وكذا وكذا، هل هذا النوع من المباحثات او هذا النوع من المناقشات بيتم اعلانه غالبا للراي العام في الدول عموما؟ انا بسال حضرتك يعني من باب الاستفهام يعني. سأعطي حضرتك مثل بثلاث أيام من التفاوض، حوالي 18 ساعة في اليوم، بين 27 رئيس دولة ورئيس حكومة في أوروبا على بندين، الموازنة وتعويض الخسائر الخاصة بأزمة الكورونا. كل شيء موجود، ونعلم من اعترض واعترض لماذا، ومن وقف ضده، ومن هو معترض على شيء، ومن يحاول تقريب المسافات. كل هذا نحن مطلعون عليه. فأن تنسد المفاوضات هذا ليس بالشيء المستغرب في السياسة أو في الدبلوماسية الدولية. كل ما نقول عليه أنه فليكن هناك نوع من عرض المواقف بشكل أوضح على القوى المجتمع أو على القوى السياسية الأخرى الموجودة في مصر، كي نستطيع أن نتضامن ونقف في ظهر الموقف المصري التفاوضي في هذا الموضوع الشائك بشكل أقوى. طب بالنسبة أخيرا للشأن الليبي، حضرتك شايف مصر بتتعامل معاه إزاي؟ وهل راضي على المسار الحالي برضو ولا عندك تحفظات؟ أنا رأيت في الموضوع الليبي الكثير من التحركات على مستوى الخطابات ومستوى شحن الأسلحة لقوات حفتر، والتي صرح بها الجيش الأمريكي من حوالي أسبوع أنه تم تعقبها من مصر إلى قوات حفتر، والإنذار التي وجهته اليوم مبكرا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لكافة الأطراف الخارجية من التوقف عن التدخل في الشأن الليبي عسكريا أو بإمداد السلاح، وإلا سيكون هناك عقوبات من أكبر ثلاث دول أوروبية. أرجو ألا تنزلق مصر إلى حالة أن يحدث ما حذرت منه ثم ينظر الجميع إلى مصر هل ستتدخل عسكريا أم لا. فإن تدخلت فهي مشكلة على المستوى الدولي، وإن لم يعني تتدخل تتمنى فهي أنه مشكلة هذا ليس فقط على التحذير، المستوى الدولي بس، لا هذا التحذير بل على يجبر مستوى تركيا التحالف. أو يمنع تركيا من مواصلة أو محاولة الوصول إلى الخط الأحمر بين قوسين اللي حدده الرئيس السيسي سيرة الجفرة، وبالتالي تنزع فتيل الأزمة من الأساس؟
أشك أن هذا سيحدث، لأنه إذا رأينا أنه كان بالأمس هناك رصد الانسحابات للمرتزقة الروس وللقوات الخاصة بحفتر من منطقة سيرت، لست أدري إذا كان ذلك التحذير بهذا التأثير على موقف حكومة أسرار ومن يحالف. فأنا أخشى إن لم تفعل مصر ما هددت به، فقد يكون له تداعيات داخلية قبل أن تكون خارجية شديدة. شكرا جزيلا للدكتور وليد درويش المستشار السابق في المفوضية الأوروبية.